الله الرحمن الرحيم. مساء الخير أعزائي المشاهدين، نرحب بكم من جديد في هذا اللقاء الخاص ضمن لقاءات هذا البرنامج الوطني الكبير كفاءات أردنية. لقاءنا الأول راح يكون عبر قناة جوسات طبعا، وكما عودناكم نستضيف نخبة النخبة من نشام ونشمية هذا الوطن من الكفاءات الأردنية. ضيفنا اليوم سعادة المهندس محمد زهدي، طبعا المدير العام لشركة ميان للتكنولوجيا. بالبداية بنرحب فيك مهندس محمد. أهلا وسهلا فيك حبيبنا. أهلين أهلين حبيبي عصر. خليك مهندس محمد، بداية سيدي يعني وأنت غني عن التعريف في هذا القطاع وفي هذا البلد الطيب، نعرف سادة المشاهدين بالمهندس محمد زهدي أكثر، نتحدث عن مكان الولادة، نتحدث عن مراحل الدراسة ومراحل الحياة العملية والعائلة الصغيرة وصولا إلى هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا حقيقة ولادتي كانت 1963 في الكويت. في هذاك الوقت كان الوالد عليه رحمة الله يعمل في الكويت. نعم. بعدين انتقلنا إلى الأردن إلى إربد، وكملت دراستي في إربد وتخرجت من ثانوية إربد الأولى الفرع العلمي. نعم. سنة 1982 والتحقت بجامعة اليرموك في كلية الهندسة وتخصصت في هندسة الميكانيك. وتخرجت من جامعة يرموك في 1987 وبدأنا مسيرة الحياة العملية. انتقلت للعمل في العراق، بدأت أول ما بدأت عملي في المنشأ العام للصناعات البتروكيماوية في البصرة، وكان يعني أكبر مجمع بتروكيماوي في هذاك الوقت أعتقد في الشرق الأوسط. ثم انتقلت للعمل في الكويت، عملت في الكويت في مجال تعميق الممرات المائية واستمريت هناك لغاية 91. رجعت على الأردن، عملت في مجال الصناعات المعدنية، الأثاث المعدني ومراجل البخار. وفي 96 بدأت زي ما بتعرف مشروع أو فكرة لكيو آي زد أو المناطق الصناعية المؤهلة، وكنا إحنا من أوائل الناس حقيقة اللي اشتغلنا في المناطق المؤهلة. اشتغلت مع مجموعة جروب اسمها بوسكان جروب، أجت للاستثمار في مدينة الحسن، وأنا كنت مدير المشاريع والعمليات في هذاك الوقت. وبدأنا نعمل البنية التحتية وبدأنا نبني المباني لحد ما وصلنا في نهاية المطاف ل 85 ألف متر مربع مباني. كان في عنا حوالي 2500 موظف في هذاك الوقت، وكان المشروع ناجح جدا ومن أوائل المشاريع. واتفضل وأكرمنا جلالة سيدنا الملك عبد الله وافتتح المشروع المصانع في هذاك الوقت. في 2004 كان هذا الكلام، افتتاح المصانع في مدينة الحسن كان في 99. في 2004 قررت أني أحقق الحلم تبعي في أنه أنا يكون في إلي مؤسستي أو شركتي الخاصة، وبفضل الله أنشأت مؤسسة ميان للتكنولوجيا. المؤسسة مؤسسة ميان متخصصة في الاستشارات الهندسية والحلول الهندسية أيضا، وتحديدا في قطاع الطاقة توليد الكهرباء، في قطاع المراجل البخارية ومراجل تسخين المياه، وأيضا في مجال أعمال الإلكتروميكانيك أو الأعمال الكهروميكانيكية. واتوسع العمل بفضل الله بعد هيك، ودخلنا على أمور أخرى تتعلق بمراقبة الإشعاعات، تتعلق بمراقبة الطاقة الذرية، وبدأنا نعمل أيضا في هذا المجال مع الجهات المعنية في هاي الأمور. عملنا مشاريع مع خارج الأردن، عملنا شغل في قطر، نفذنا مشروع في قطر ألمنيوم، أكبر مصنع لصهر الألمنيوم في العالم هو الآن. اشتغلنا مع أرامكو في السعودية، كان شغل بسيط وقليل ولكن هي كانت بداية. اشتغلنا في الإمارات أيضا،
وبالإضافة طبعا لشغلنا مع العراق وسوريا. بفضل الله الآن يعني ميان أصبحت اسم معروف لدى الناس اللي بتعاملوا في هذه الأمور في مجال الطاقة ومجال الطاقة النووية، مجال الاستشارات الهندسية. وإن شاء الله إحنا يعني عندنا رؤية أنه نطور أكثر ونتوسع أكثر ونخدم بلدنا إن شاء الله بشكل أفضل وأكبر إن شاء الله. أستاذ محمد، نتحدث بداية يعني عن أهم المشاكل المعوقات تواجهها في هذا القطاع في العاصمة عمان تحديدا. حقيقة أنا مشان أكون أمين يعني قطاعنا بالتحديد يمكن ما فيش عندنا معوقات كثيرة، كان في بالماضي حقيقة، ولكن مع تعديل بعض القوانين والأنظمة كنا نعاني شوي في موضوع التخليص على البضائع لما بتيجي من برا، وخصوصا بعض يعني الأجهزة والمعدات المتخصصة جدا اللي كانت شوية يمكن تكون فيها نوع من الغرابة أو جديدة على الناس. لكن حاليا يعني أنا ما شايف الحمد لله في آخر سنتين أو ثلاثة يعني ما شايف في أي معوقات بتعيق العمل، إلا أنه بالتأكيد كل عمل بدك تواجه فيه صعوبات وبدك تكون بوزيتيف بحيث أنك أنت تنقل الصورة للجهات المعنية للمعنيين بالموضوع، تتعاون معاهم، تحاول توضح لهم الصورة حتى أنهم يحاولوا يساعدوك ويحاولوا يحلوا هذه المشاكل اللي وجدت سواء من أجل خدمة شركتك أو الشركات الأخرى يعني. نعم أستاذ محمد، يعني بعد هالنجاحات بعد هالإنجازات بالتأكيد طموحات كبيرة، هناك رؤية مستقبلية، محاور وأفكار وأهداف. طموحاتكم أنتوا هذه المجموعة الجميلة في هذه الشركة إلى أين؟ حقيقة طموحاتنا يعني الآن مركزة على أنه فعليا يكون في إلنا مكاتب خارج الأردن، ونحن نشتغل على هذا الموضوع الآن. يعني حاليا حقيقة بنفكر نبدأ في البحرين ونتوسع لدول أخرى. أملنا يعني تكون ميان في يوم من الأيام شركة أردنية عالمية موجودة في معظم الدول العربية إذا جاز التعبير، وحقيقة عن الطموح تكون موجودة حتى في دول أجنبية إن شاء الله. إن شاء الله. يعني عن مهندس محمد، عن تطور هذا القطاع تحديدا بما يخص موضوع اختصاصكم، أين نضع مستوى الأردن من ناحية كفاءات أردنية؟ حقيقة إحنا بتعرف بنسافر بنحضر مؤتمرات بنحضر معارض بنحتك مع شركات في سواء كانت عربية أو أجنبية. وللأمانة يعني أنا ما التقيت في حد وما شفت حد سواء كان في دول الخليج أو في الدول العربية الأخرى أو في حتى في أوروبا أو في أمريكا سمعة المهندسين الأردنيين، الكفاءات الأردنية حقيقة سابقتهم دائما وإنجازاتهم دائما سابقتهم الحمد لله. يعني لما أنا في واحد في معرض آخر معرض أدبك في أبو ظبي، وهذا من أكبر المعارض للنفط والغاز في العالم إن لم يكن في يعني من أكبرها، أنا في مهندس بريطاني يعني عمره تجاوز 70 عام، كنا نحكي في هذا الموضوع، حكالي أنا إذا بدي أي مشروع في منطقة الشرق الأوسط ينجح وإذا بدي أبحث عن نجاحات لإله أول ما بفكر فيه المهندسين الأردنيين. فحقيقة يعني هذه سمعة طيبة الحمد لله رب العالمين. وإحنا كلنا بنعرف أن الأردن يعني من زمان هو من أوائل الدول العربية اللي اهتمت بالتعليم، وكان يعني جلالة الملك حسين عليه رحمة الله هو من رفع شعار الإنسان أغلى ما نملك، وحقيقة الإنسان أغلى ما نملك في هذا البلد إن شاء الله. مهندس محمد، نتحدث عن أهم الشركات العالمية بتتعاملوا معها كوكالات، ونتحدث عن دوركم بمجال العلمي والتعليمي والجامعات. دوركم إحنا في مجال الشركات اللي بنمثلها، إحنا بنمثل شركات عالمية كبيرة مع الشركات كانت في أمريكا ومنها شركات في بريطانيا وبقية دول أوروبا أيضا، وعندنا تعاون مع شركات عربية في دول الخليج وفي غيرها أيضا. شراكاتنا وإسهاماتنا في المجال التعليمي في الأردن، إحنا في عنا شغل مع الجامعات الأردنية ومستمر الحمد لله. إحنا اشتغلنا مع جامعة حسين، اشتغلنا مع جامعة العلوم والتكنولوجيا، اشتغلنا مع الجامعة الألمانية البلقاء، وآخر مشروع نفذناه حقيقة مشروع بحث علمي
للعالم الكبير المعروف دكتور سائد دبابنه في جامعة بلقاء، وتم تشغيله قبل أسابيع قليلة. وإحنا إن شاء الله مستمرين في دعم يعني المجالات العلمية في الأردن، وخصوصا فيما يتعلق في أمور البحث العلمي. نعم مهندس محمد، نعمة الأمن والأمان يعني أين وجد الاستقرار وجد الاستثمار؟ نعمة الأمن والأمان شو بتعني لك في ظل ما نشاهد من المتغيرات؟ أول شيء الحمد لله رب العالمين على نعمة الأمن والأمان في بلدنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه هاي النعمة تدوم علينا، لأنه بدون نعمة الأمن والأمان ما بيكون في تعليم، ما بيكون في تطور في الأعمال، ما بيكون في قدرة على الإبداع، ما بيكون في قدرة على استقطاب الكفاءات سواء كانت الأردنية أو غير الأردنية للبلد. والحمد لله بسبب هاي النعمة يعني إحنا زي ما أنت شايف معظم الشركات العالمية، معظم الباحثين العالميين عم بتوجهوا لبلدنا وعم بتواجدوا فيها، وعم بيعطونا فرصة نتعلم، وعم نعطونا فرصة أيضا نعطيهم فكرة عن إمكانية إنهم يستثمروا في بلدنا وإنهم يطوروا معنا إن شاء الله. إن شاء الله. مهندس محمد، لا أدري إذا كان في مقابلة سابقة مع جلالة الملك عبد الله، ولكن لو قدر لك في ظل هالظروف الصعبة وفي هذه الأيام وكان في مقابلة مع جلالة الملك، يعني مهندس أردني ناجح ورجل أعمال ناجح وابن عائلة كريمة، التقينا بجلالة الملك، محور الحديث أي موضوع ممكن نتحدث؟ أنا كان لي الشرف أن التقيت مع جلالة سيدنا زي ما حكيت لك في افتتاح المصانع في مدينة الحسن، ويعني آمل وأتمنى أني ألتقي جلالة سيدنا دائما، وآمل أنه في لقاء قريب إن شاء الله مع جلالة سيدنا. إذا قدر لي أني ألتقي مع جلالة سيدنا يعني حقيقة لا أملك إلا أني أقول له يعني أعانك الله وإحنا معك، وإن شاء الله أنه الأردن بيجتاز كل هاي الظروف سواء كانت المحلية أو المحيطة فينا بحكمتك وبدعمنا لإلك إن شاء الله. بالتأكيد يعني مهندس محمد، هي المسؤولية مسؤولية مشتركة، جلالة الملك دائما يدعو إلى دعم فرسان التغيير ودعم نشام الوطن، ونستذكر مقولته المشهورة طبعا ارفع راسك أنت أردني. بالتأكيد همات الأردنيين دائما مرفوعة عالي بهمة النشامة أمثالك المهندس إن شاء الله. محمد زهدي، احنا بنشكرك على حسن الاستقبال. في نهاية لقائنا نحدد للسادة المشاهدين عنوانكم وكيفية التواصل معكم. أنا حقيقة في نهاية اللقاء بس بحب أوجه رسالة للشباب الجداد الخريجين الجداد، نعم، وأقول لهم أنه دائما مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة، بده يكون في عزيمة وبده يكون في إصرار، وأهم شيء أنك تحط هدف وتسعى لتحقيق هذا الهدف مهما كانت العقبات، وتبحث دائما عن التطوير، تطوير نفسك، تطوير عملك، تطوير وظيفتك، وأن تكون مميز دائما، لأن التميز هو في النهاية أول مفتاح من مفاتيح النجاح. بالتأكيد إحنا أول إشي نشكركم ونشكر تلفزيون جوسات، ونتمنى لكم دائما التقدم والنجاح إن شاء الله، وبارك الله فيكم على هالبرامج الطيبة. إحنا شركتنا موجودة في عمان، موجودة في خلدة، عندنا مكتب في الشمساني، وعندنا مكتب في الصويفية، وإن شاء الله قريبا يعني بتسمعوا أخبار طيبة إنه في إلنا مكاتب خارج الأردن بإذن الله تعالى. مهندس محمد زهدي، يعني بالتأكيد يعني دور الأهل له دور كبير، ولكل شخص فينا له مثل الأعلى. سر نجاحك يعني أو مين بتحب تشكر بنهاية لقاءنا؟ حقيقة أنا والدي عليه رحمة الله كان يؤمن بالعلم، وكان يسعى جاهدا أنه نكون متعلمين، وكان يؤمن أنه هو سلاح مهم يتسلح فيه الإنسان. فأنا بوجه أولا شكري لوالدي العظيم عليه رحمة الله ولوالدتي العظيمة اللي أتمنى الله سبحانه وتعالى يمد في عمرها ويعطيها الصحة والعافية، ما آلت جهدا أبدا في إنها تساعدنا وتدعمنا وتوقف معنا في كل الظروف. فللوالد وللوالدة الفضل الأكبر، وللإخوة والأخوات ولعائلتي، عائلتي زوجتي وأبنائي كان لهم فضل في دعمي ومسيرتي، وفي أناس آخرين لا يتسع المجال يعني أنه نذكرهم، لكن كل الشكر لكل من كان له بصمة
في مسيرة حياتي العلمية والعملية. وقبل أن نختم طبعا نشاهد هذه اللقطات من بعض الصور والشهادات والتكريمات لضيفنا العزيز طبعا سعادة المهندس محمد زهدي المدير العام لشركة ميان للتكنولوجيا. شكرا جزيلا أستاذ محمد. بارك الله فيك أخ عاطف، شكرا لك كل الاحترام وأنا ممنون لك.